بيتك يا مليونير ابو طريقه عمل المند بالطريقه الغزيه الغزية ايش اسكت طريقه العمل بالغاء بالنار هل يتلزج بالجزات مثل فحم طيب لسه هيك طريقه توليع النار هيك طريقه توليع النار طب صدق بدك تسجل فيها ما بدي اياه يتسجل عشان يطلع اليوتيوب مالك ابو الفراغ طيب يعني ايه شو هاي شال الخشب طلعت الطريقه هيتها بالضبط اليكم الاخ أو طريق نفسية. طريقة تجزيم الحطب تجزيم الحطب لتوليحها في المندي ايوه أسد هيك 100% بالله وجهك لفوق عشان يعرفوك طريقة تجزيم الحطب والأخ عون اللية بيشتغل الأخ أبو نالو والله كنت سخت اللي انت هاي اجا التيس شوف كيف التيس بعض الاحيان بتجيب ايوه 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 ماشي 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 مش فاضيين خليك بحالك ماشي ايوه شوف كيف وقفها ها طريقة التجزيم يا شباب ها تعودوا الجيش حيجي بعد التجزيم ان شاء الله الاخ عون اللي بده يقول طريقة الأكل أبو البراء بسأل عنها على اليوتيوب بتشوف حالك أبو البراء إن شاء الله بتورجي المرأة والأولاد وتقولهم كيف إحنا بقينا نقزم بالنسبة لأبو عاطف قاعد مولع النار 5 مرات شال الحطب وعطى أبو عاطف بالنسبة للحمار اللي بيحكي هاي بدي أورجيكم الله يرد بيّن على اليوتيوب